اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض منة ما جرت به في أقداره الجسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة، علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والزاشع. فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثره دردات، حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من زر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب.